الزيادة السكانية من أكبر الأزمات اللي بتواجه المجتمع المصري، وبالتأكيد ليها تأثير مباشر على المواطن كمان على جهود التنمية، لأن كل زيادة في السكان أكيد بتتحول لوحش يلتهم التنمية دي في المجتمع المصري. خلت الدولة المصرية تشتغل على مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، ده لأن زي ما احنا عارفين واتكلمنا كتير مع العديد من الخبراء، الموضوع بدل ما بيتقسم على ثلاثة بيتقسم على عشرة، بدل ما يتقسم على كذا، يعني هي الموضوع ده بيحتاج جهود كبيرة وتقديم برامج للحماية الاجتماعية، برامج متخصصة منها برنامج اتنين كفاية اللي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي سنة 2019، مستمر طبعا لحد النهاردة بعد ما حقق نتيجة إيجابية واضحة باستجابة كثير من السيدات اللي استهدفهم البرنامج، كمان استجابة الأزواج بشكل كبير. خلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة والخبير السكاني. بنرحب بحضرتك يا فندم في هذا الصباح. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بحضرتك. يعني حضرتك شايف أهمية هذا البرنامج، وهو من بدايته زي ما احنا قلنا في العنوان من 2019، وتأثيره بالتأكيد على شكل كبير من السيدات، وخصوصاً احنا عارفين وكنا لسه بنتكلم على تنمية الصعيد، وجزء أهم تنمية الصعيد والقرى والريف المصري هتقوم أيضاً على فكرة التثقيف المجتمعي الخاص بالحماية الاجتماعية ومحاربة الانفجار السكاني. لو حضرتك توضح لنا طبعاً أهمية ده بوجوده من 2019 وما قبل ذلك طبعاً، لكن الاهتمام به من 2019 حتى وقتنا هذا. هو الحقيقة طبعاً كلنا يعني شايفين أن الوضع السكاني في مصر، يعني الزيادة السكانية بتؤثر على جهود الدولة للتنمية، والمواطن يعني مش هيشعر بعوائد التنمية والجهود المبذولة في مجال التحسين الاقتصادي وكده إلا إذا كان هناك عملية ضبط للنمو السكاني. فإحنا مبادرة اتنين كفاية ده جزء من الرؤية الشاملة للتعامل مع القضية السكانية، إنه الأسر يعني مطالب إن إحنا نرفع الوعي عندهم بحيث إن هم يبقوا يعني بيسندوا جهود التنمية، لأن هم المستفيدين، الأسرة في الآخر هي المستفيدة من جهود التنمية لو التزموا بالعدد المناسب من الأطفال. فتعتبر مبادرة اتنين كفاية مهمة في الوقت الحالي، لأنه إحنا يعني علشان خاطر يحصل ضبط النمو السكاني يبقى متوسط عدد الأطفال الأسرة المفروض يكون في حدود الاثنين، أكثر من كده هيبقى تملي في زيادة سكانية فوق طاقة النمو الاقتصادي. فإحنا يعني محتاجين أن إحنا نستمر في جهود التوعية بالذات في القرى، بالذات في وجه قبلي، في المحافظات اللي هي فيها الخصوبة العالية لعدد الأطفال المتزايد. فطبعا دي مبادرة مهمة جدا، ومحتاجين ان احنا نستمر فيها ونتوسع في التوعية في هذا الاتجاه. طيب دكتور، يعني من خلال دايما متابعة الأرقام اللي في الزيادة يعني المقابلة لعمليات التنمية زي ما حضرتك بتقول، بيتم ده التنسيق طبعا زي مبادرات زي ما هي موجودة، لكن التخطيط بيختلف زي ما حضرتك بتقول ازاي، وحضرتك بتكون موجود طبعا يعني حضرتك في وجودك في عدد من المناصب، ازاي بيحصل يعني بتكونوا صناع القرار، بيختلف بالنسبة لهم حاجات كتيرة في التخطيط وتقديم طبعا كل هذا للجهات المختلفة. انه احنا بنتكلم على المستوى الصغير، يعني يا دكتور مثلا كنا بنشرح انا عندي اسرة صغيرة فيها خمسة غير فيها اتنين، المصروف بتاعي باجي اقسمه على خمسة غير على اتنين. لو بقى على المستوى الضخم الكبير اللي محدش بيتخيله، التخطيط اللي بتقوم به الدولة وتقديم هذه مثلا البحوث يعني التعداد السكاني وتقديم هذه الأرقام، بيفرق قد إيه في حجم كبير طبعا وبلد كبيرة زي مصر؟ طبعا يعني المثال اللي انت اديته ده على مثال على مستوى الأسرة طبعا. لو اتكلمت على مستوى الدولة، انا هقول لك مثلا على سبيل المثال على في مجال التعليم. يعني احنا دلوقتي في مرحله مهتمين بجوده التعليم ومهتمين برفع كفاءه المدرسين ورفع كفاءه الطلاب، فانت طول ما الزياده السكانيه بهذا الشكل فيبقى انت مهمتك ان انت تتوسع في عدد الفصول وعدد المدارس علشان خاطر تستوعب الزياده السكانيه. فانت دلوقتي بتلتهم الميزانيه الموجهه للتعليم في الكم وليس في الكيف. فانت دلوقتي مهمتك ان انت عايز تشتغل على تطوير، وعايز تشتغل على
انك انت تخفف الكثافه في الفصول، فده طبعا مش هتقدر تعمله في ظل الزياده السكانيه المستمره. فالمواطن بيحلم بتعليم جيد، واحنا دلوقتي الدوله عايزه تساعد في هذا الاتجاه، ولكن مع هذا النمو الاقتصادي، مع هذا النمو السكاني الغير منضبط، هتلاقي نفسك انت بتهتم اكتر بالكم وليس بالكيف. دي مشكله طبعا واضحه. برضو انت ايجاد فرص عمل، يعني لما انت تجيب فرص عمل لعدد محدود من الخريجين، غير ما تبقى محتاج توفر فرص عمل لهذا الكم من الخريجين كل سنه، فده برضو ايه، يعني انت مطالب ان انت تقضي على البطاله. فالزياده السكانيه هتخليك ان انت خطتك في القضاء على البطاله تملي، مش قادره تتماشى مع هذا الكم من الزياده السكانيه. نعم. وقيت على كده بقى في توفير الغذاء وفي الرقعه الزراعيه والطاقه وكل الوسائل، كل الاشياء اللي المواطن محتاجها عشان حياته اليوميه وعشان يعيش في صوره افضل من الرخاء، هتبقى تملي في محك في ظل هذه الزياده السكانيه. وكل اللي حضرتك بتقوله والامثله اللي حضرتك ذكرتها دي يا دكتور يعني بتصب في الاخر كمان لما بيتسال ويتساءل مع التنميه القويه دي، امتى هشعر بده؟ امتى هنشعر بده؟ لما يحصل التوزيع العادل على كل ما تجنيه مصر من تنميه على عدد اقل ومناسب للسكان طبقا للارض زي ما حضرتك قلت. دكتور مجدي خالد المدير الاسبق لصندوق الامم المتحده للسكان بالقاهره والخبير السكاني، شكرا جزيلا لحضرتك.